قطاع الاتصالات مأزوم لا بل يزداد تأزما وسط سياسات لا تتماشى مع الواقع المالي القائم، وخدمات الاتصالات والإنترنت إلى تراجع لأسباب عدة، منها عدم توفر الأموال اللازمة للاصطيانة والمازوت في هيئة أوجيرو، فضلا عن وضع الكادر البشري المتعثر بسبب فشل مفاوضات إعادة تقييم الرواتب والأجور للعاملين. فنقابة أوجيرو التي فكت إضرابها الأخير في نيسان الماضي تسييرا لشؤون المرفق عادت للتحرك من جديد بعد انقضاء مهلة الشهرين التي أعطاها المعنيون في محاولة للتوصل إلى حلول. المطالب بعدها هي ذات إعادة تقييم الرواتب لتناسب الوضع اللي استجد بالبلد. الإدارة بتقول نحن بعتنا المطالب تبعيتنا للوزير، الوزير بيقول أنا بعتها على المالية، المالية بتقول أنا ما عندي اعتمادات، بيطلعوا على مجلس الوزراء منهم قادرين ياخذوا قرار. طب مين قادر ياخذ القرار؟ إذا أمنوا كل المراسيم اللي إلها علاقة باعتمادات الصيانة ولم يؤمنوا أي شيء للموظفين من اعتمادات للموظفين، ما في لزوم، لأنه الاعتمادات للصيانة الصيانة بده يقوم فيها الموظف، وإذا الموظف مش قادر يجي على شغله فما فينا نعمل شيء. وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال يؤكد أن أموال الصيانة للقطاع إن تأمنت لن تحل قضية رواتب الموظفين، وهناك اتجاه لإقرار تعرفة جديدة للإنترنت. شهر 10 سنة الماضي ما عدنا قبضنا ولا ليرة للصيانة بالقطاع، وهيدي مشكلة كتير كبيرة، مع أنه أخذنا قرار بمجلس وزراء أنه موضوع رفع التعرفة هذا لا مفر منه، بس هذا ما بيحل المشكلة، لأنه نحن اليوم أي تعرفة بنزيدها بالخط الثابت المصريات ما بيجوا على الوزارة، بطبيعة الحال بيروحوا المصريات على وزارة المالية. قطاع الاتصالات منهك بأكمله ولأوجيرو الحصة الأكبر، أما تأمين الأموال اللازمة فلا يتطلب حلولا سحرية بل واقعية، وعلى الشركات الكبرى التي تستفيد من خدمات أوجيرو بأبخس الأثمان مقابل ربح بالفراش أن تتحمل جزءا من المسؤولية.